أبو أحمد، أنت كتبت هذا الكتاب، كتاب الانقلاب، أحدث ضجة كبيرة خاصة في مجتمعك القريب، رغم يعني اعتراضات كثيرة إلا أنك كتبت هذا الكتاب، لماذا؟ لأنه تجربة، وتجربة كل فرد هي تجربة الأمم. أحد الكتاب كتب تجربته الشخصية وأسماها تجربة الأمم. أنا لبنة وأنت لبنة، كل لبنة من هذه اللبنات لها محطات عدة. أنا ليس وحدي، أنا عندي دوائر علاقات، لذلك كل علاقة ولو كانت فردية شخصية هي تخص مرتبطة بأشخاص. من هذا وهذه وهذه المفردة تتكون تجارب، التجارب بما فيها، بما لها وما عليها، هي تجارب تستفيد ونستفيد منها. جاء عن الإمام علي عليه السلام: في التجارب علم مستحدث. طبعا تجربة الكتاب وكتابته تقريبا التي أخذت مني 5 سنوات. أنت أنهيته 2008؟ وثمانية وتسعة وطبع وثلاثين بالهجري. التجربة كانت مرة حقيقة، لأنه كانت ما علي وما إلي. قرأت الكتاب. زعلت ناس كثيرين. كيف؟ زعلت ناس كثيرين. أنت كتبت بالأسماء بالأسماء وما لقيت سواء. لذلك كنت صريح، حتى أحدهم قال لي: أنت أنصفت الجميع، ذكرت ملاحظاتك على في السعودية وعن السعودية، ذكرت ملاحظاتك عن عن إيران وما فيها من مساوئ، ذكرت ملاحظاتك عن الحركة الأم، بل عن يعني دخلت في العمق هذه الأسئلة. وش اللي خلاك تكتب هذا الكلام؟ لأن فيها كانت نوع من ويش هذه نفس الحركة وذلك التاريخ، نوع من الضيم شعرت به والظلم وعدم كشف الحقائق. يعني مثلا بتمر علينا تجربة المرحوم عبد الفتاح سنان، حينما توفي قتل في الميدان ساحة التدريب قنبلة. من المفترض أن تكون صريحا مع أهله، لا تقول أنه قتل في الجبهة. هنا حقيقة. يعني أنت أردت أن توثق هذه المرحلة بإيجابياتها بسلبياتها بما لها بما عليها، نعم، فتكون شاهد على التاريخ بهذه الأشياء. نعم.